طريقة عمل المند بالطريقة الغزية. الغزوية ايش الغزية؟ الغزية اسكتها. طريقة العمل بالنار هذه بس اجيب الزجاج وتلفحهم. طيب لسه هيك طريقة توليع النار. هيك طريقة توليع النار. طيب صدق بدك تسجل فيها. ما بدي اياه يتسجل عشان يطلع اليوتيوب. مالك ابو الفراغ؟ طيب يعني يطلع. شوف. شو هاي شال الخشب طلعت الطريقة هيتها بالضبط. إليكم الأمر.